طيب لو لعيبه النادي الاهلي قدامك كلهم، لو تقدر ترشح حد من لعيبه النادي الاهلي للاحتراف في اوروبا، لو تقدر تقول لي اسم او اسمين من الممكن ان يكونوا قريبين من الاحتراف في اوروبا، تقول لي مين؟ اعتقد ان صانع الالعاب بالنسبه للاهلي قفشه، مجدي قفشه، اللاعب رقم 19 محمد مجدي قفشه، اعتقد انه جاهز تماما للعب في اوروبا. واعتقد ايضا عمرو السولية لاعب رائع ويستطيع ان يؤدي بشكل جيد في الدوريات الاوروبيه، وايضا محمد شريف الهداف، هو مهاجم الاهلي محمد شريف، يؤدي كرة قدم رائعة ويحرز العديد من الأهداف. ولكن أعتقد أن ما حققه محمد صلاح في أوروبا يجب أن تكون محظوظا لتؤدي بشكل كبير وتلفت الانتباه كما فعل محمد صلاح. فبالتالي اللاعبين المصريين يجب أن يتحلوا بالثقة التي يتحلى بها محمد صلاح في أوروبا.